نعم يقول نعم إذا استفرغ الإنسان هل هذا ينقض الوضوء؟ نعم الاستفراغ ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، وعليه أن يتوضأ لأنه خارج من المعدة، ينقض الوضوء. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ. نعم. بعض الأخوات أيضا يسألنا فضيلة الشيخ، يكون معها الطفل الصغير فيستفرغ على يعني ثيابها، تقول هل هذا أيضا يكون من النجاسة؟ نعم الاستفراغ نجس، ينقض الوضوء وهو أيضا نجس، فيغسل ما أصابه من البدن أو من الثوب. نعم.